الفكرة اللي هقولها دي هيتبني عليها مسائل كتير جدا وهوريها لك دلوقتي، متقلب نفس النص بنفس الأسلوب. اللي هي ايه بقى؟ لو انا عندي في البيت حيطة اهي، حيطة هنا فيها فيشة واحدة بس، تمام، فيش او فيشة كهرباء، وانا عايز اوصل تلفزيون وشاحن موبايل او موبايل، وعايز اوصل غسالة، تلاجة، مش عارف مين، وعندي فيشة واحدة، احنا بنعمل ايه في الطبيعي؟ بنروح جايبين الفيشة دي ونجيب مشترك. برافو عليك، احنا عندنا الكهرباء طرفين بس في مصر. اروح جايب سلكتين دول راس الفيشة حاططهم هنا، تمام، وروح جايب مشترك. تعالى كأني انا بقى ايه، عملت فكيت الاطراف بتاعت المشترك من فوق اهو، ودخلت جوه المشترك. المشترك ادي داخل فيه السلكتين اهم، وادي راس الفيشة، راس الفيشة اللي داخله في مين، في السوكت او البريزه اللي احنا بنسميها بريزه في مصر. طيب السلكتين دول رايحين ايه بقى جوه؟ السلكتين دول واصلين كده، وفي حته نحاس طويله، وهنا في حته نحاس طويله. لو انت فكيت المشترك، روح فك المشترك، هتلاقيه نفس الكلام ده دلوقتي. طب انت عايز تعمل ايه بقى يا باشا؟ عايز اركب فيشه عشان اغذي الكمبيوتر، يبقى هاجي اخد فرده من هنا او طرف، واخد طرف من هنا اللي هم العين بتاع الفيشه، واروح مركب مين؟ مركب تي في، تلفزيون، واروح جاي في عين تانية هنا، ومركب مقاومة اهي، موبايل، واروح جاي في عين تالتة ومركب ريفريجريتور اللي هي التلاجة مثلا، ومركب هنا خلاط او اي جهاز كهربي خلاط. انت ملاحظ ايه؟ انت ملاحظ ان التلفزيون لما جيت ركبته هنا حطيته كمقاومة، والموبايل ليه مقاومة، والتلاجة ليها مقاومة، والخلاط ليه مقاومة. طب أنا عايز أسألك سؤال، بما إن أنت راجل فهمت دلوقتي، قلنا في حاجة اسمها فولتميتر وفي حاجة اسمها أميتر، وقلنا الفولتميتر يوصل على التوازي والأميتر يوصل على التوالي، وقلنا إن في فرق جهد وفي شدة التيار. لو أنت جبت فولتميتر ورحت ركبته عند النقطة دي والنقطة دي، المفروض يقيس نفس الجهد ده هو هو، ويقيس نفس الجهد ده هو هو، ويقيس نفس الجهد ده هو هو. ليه؟ بين كل النقطتين اللي هم راكب عليهم الخلاط والتلاجة والموبايل والتي في، اعتبر الجهاز راكب هنا ليه مقاومة بتاعته، فليه طرفين، الطرف ده والطرف ده. طب هل الطرف ده اللي فوق، هل هنا في مقاومة تاني في السكة؟ مفيش، هو سلكة. وهنا في مقاومه؟ لا مفيش، فهي سلكه. ما دمت هنا بين النقطه دي والنقطه دي، اهي بين النقطه دي والنقطه دي سلكه، يبقى المقاومتين دول لو انا قطعتهم كده، تخيل خدنا الخلاط والتلاجه بس ورا، بقي شكلهم كده، ووصلناهم بسلك. يعني وصلنا ايه؟ بدايه التلاجه مع بدايه الخلاط، ونهايه التلاجه مع نهايه الخلاط. يعني وصلنا بدايات مع بعض، ووصلنا نهايات مع بعض. طب ما لما تيجي تروح حاطط الموبايل، نزل الدايره بتاعه الموبايل، ادي الموبايل يا عم، وادي التلفزيون يا عم، نفس القصه، خدنا البدايه مع البدايه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، يبقى احنا وصلنا كل البدايات ببعض. ركز معايا، الشرح ده اهم من الفصل، اشرح في ساعه والفصل حل كل مساله في 5 دقائق بالظبط. يبقى ما دمت دي سلكه ودي نفس السلكة، مفيش مقاومات في السكة، يبقى لها نفس الجهد. ولذلك انت لو بصيت الفيشة اللي احنا بنحطها دي في المشترك، الكهرباء بتاعتنا في مصر 220 فولت اي سي، خدناها 100 مرة. يعني هنا لو دي 220 ودي صفر، فبيحصل فرق جهد بين ال 220 والصفر، يبقى اسمه 220 فولت. يبقى هنا لما ركب، انت دلوقتي لما تيجي لك مسألة فيها ار واحد، انت عارف ان الار واحد دي هي مقاومة الخلاط، حاسس بالمسألة، لان اللي بتدرسوه ده في الثانوي هو اللي انا بشتغل بيه كمهندس بره. ولو انا مش فاهم، عمري ما هشتغل في حاجة خطرة زي الكهرباء، اموت اتدمر. فالكهرباء بالذات عايزة واحد فاهم. يبقى مش مجرد كتر مسائل، مش مجرد ان انا بحط مسائل والراجل المدرس اللي في المدرسة حفظهاني وخلاص، لا، ده انا عايز افهم، وعايز افهم ايه تطبيق الحاجات دي كمان في الحاله العمليه، تمام، عشان اضمن ان انا اجيب ان شاء الله الدرجه النهائيه في الفيزياء، ولما اروح هندسه ولا اروح طب ابقى فاهم، تمام.
يبقى أنا هنا في توصيلة معينة وصلت كل البدايات مع البدايات، والمقاومات اللي أنا بكتبها R1 وR2 وR3 دي هي عبارة عن الأجهزة الكهربية اللي راكبة في مين؟ في المشترك. طب مش في مصدر تغذية هنا؟ بدل ما كان بيغذي من الفيشة هنا هيغذيك من بطارية، يعني هيغذيك دي سي، هيغذيك من مين؟ من بطارية. يبقى هنا مصدر التغذية قلنا الطويلة الموجب والقصيرة السالب. طب أسألك سؤال، لما أنا وصلت بدايات ببدايات ونهايات بنهايات، التوصيل ده مش له نفس الجهد؟ أيوة له نفس الجهد. أيوة. طب لو مررت طلع تيار كده معايا وامشي مع التيار، جدح حبيبي ركز معايا في حتة امشي مع التيار، احنا قلنا في اتجاه تقليدي والاتجاه الطبيعي، خلينا احنا في الاتجاه تمام التقليدي اللي هو بيطلع من الموجب للسالب. كل مسائلنا هيطلع هنا، يجي عند النقطة دي يحصل له ايه التيار؟ يعني التيار ده داخل تيار يتوزع، يتوزع او يتجزأ. يبقى الهدف دلوقتي في التوالي والتوازي ان انت هتعرف ازاي توالي وتعرف ازاي توازي. في عيال بتقعد طول حياتها لحد ما تخلص الكلية متخيل ان ده كده اهو ودي كده تمام، دول كده اسمهم توازي لان الخط ده يوازي الخط ده. غلط، الاثنين دول ما اقدرش اقول عليهم توازي اصلا دلوقتي. ليه؟ لو انا خدت البدايات اللي هي في الشمال دي وصلتها بالبدايات والنهايات بالنهايات ورحت جاي موصل بطارية هنا كده نهاية بنهاية وبداية ببداية، اقدر اقول عليهم توازي في الحالة دي. هما لو انا جيت نفس المقاومات، ركز معايا زياد، ايوه بص كده، لو الاثنين دول شكلهم زي اللي فوق كانوا، بس رحت جبت نهاية الاولى، بص رحت واخد سلك موصلها ببداية التانية، وبعد كده رحت واخد نهاية التانية اهي ورحت نازل كده وحاطط البطارية بنفس الشكل، توالي. الدائرة دي اللي تحت توازي؟ يعني لو لا. دي ار واحد ودي ار اتنين، هل كده بقي التوازي يا روان؟ هتقولي لي ايوه ما شكلهم متوازين. غلط، انت فكرك كده غلط، لان التوازي والتوالي لا يعتمد على الشكل. ايه بينهم بداية ونهاية يعني؟ ايوه، لان في بداية ونهاية. انا هقول لك بقى، في ناس تقول لك لو بداية مع بداية ونهاية مع نهاية يبقى توازي، امال لما يكون نهاية مع بداية او بداية مع نهاية يبقى توالي. كلامه صح، بس انا مش بمشي بقصة بداية ونهاية والعك كده. انا اللي حدد لي وتاخديها قاعدة مني تشرحيها لكل صحباتك، تقولي لهم انت ماشي تيار من الموجب للسالب، امشي كده اهو طالع التيار، مش في سلكة مش مشاكل، عدى في المقاومة ار واحد، عدى في المقاومة ار واحد طلع منها، هل هنا اتجزأ؟ هل اتفرح حتة طلعت يمين وحتة كملت كده؟ لا ما اتجزأش، مشي كله في السلك ده، بعد كده مشي هنا، هل لما جه هنا اتجزأ؟ لا طلع في المقاومة ار اتنين، بعد كده مشي كده اهو ورجع لمين؟ للبطارية. يبقى انا مشيت بالتيار لم يتجزأ التيار، يبقى توالي من غير ما افكر. طب طلعت من البطارية اهي، طلعت لفوق رحت جاي عند النقطة دي، التيار كله دخل هنا، يجي عند النقطة دي ياخد قرار، شوية يروحوا يمين وشوية يطلعوا لفوق، يبقى التيار عند النقطة دي حصل له ايه؟ تجزأ، يبقى توازي. نحفظ بقى شغل مهندسين ومعلمين كبار يا زياد. ايوه، التيار هو الاساس، يبقى اكتبها بايدك، الفرق ماشي بين التوالي والتوازي، مرر تيار، التيار اتجزأ بقي التوازي، التيار هو هو ثابت بقي التوالي، لان هتيجي دلوقتي دوائر معقده شويه، الدوائر المعقده دي مش هينفع معاها غير القانون اللي بقوله لك، طلع تيار وامشي، طلع تيار وامشي مع التيار، طلع تيار وامشي مع التيار، لو اتجزأ توازي، لو لم يتجزأ توالي. اهي التيار اتجزأ يبقى توازي، لم يتجزأ التيار يبقى توالي. يبقى اهو طلع تيار، لو تجزأ توازي، لو تجزأ، طب لو لم يتجزأ يبقى توالي. خلاص مش هنعك فيها القصة دي تاني، هتعتمد دلوقتي على شغل مهندسين وفهم المشترك اللي احنا شغالين عليه ده، مهم جدا دلوقتي ركز معايا.
يا زياد. ايوه امشي بنفس القاعده، طلع تياره هم البطاريه، جه هنا جات عند وزع. النقطه اللي انا بشرح الجزء، ايوه الجزء هينزل حته لتحت وحته تكمل لفوق صح، يبقى أيوة. اللي جاي ده توازي. طيب بعد كده هيجي عند النقطه دي هيتجزء، يتجزء حته تنزل لتحت تروح للمقاومه ار 3 وشويه يكملوا. طب وبعدين يتجزء شويه تيار ينزلوا لحد ار 2 والباقي يكمل. بعد كده يجي عند النقطه دي مش هيتجزء، هو هيمشي هنا، يجي هنا بقى ايه النقطه اللي فوق دي. خلي بالك خلي بالك يا روان، يا روان الكلام اللي بشرحه ده خطير جدا، ده اساس المسائل اللي هي الناس بتقول عليها صعبه. النقطه دي اتجزء التيار شويه نزلوا لتحت وشويه كملوا كده. طب النقطة اللي تحت دي على نفس المقاومة عكس الكلام، يعني شوية التيار اللي مشوا كده هم رجعوا فين؟ رجعوا عند النقطة دي، وشوية التيار اللي نزلوا هنا كملوا، يبقى دي نقطة تجميع وده نقطة تجزيء أو تجزأ. هنا التيار تجزأ، هنا التيار تجمع، يبقى اللي نزلوا دول مع دول اتجمعوا هنا، يطلع محصلتهم تيار يتجمع مع اللي نزل من فوق يدخل هنا، يبقى دي تجميع. يبقى الشويه اللي جو من الخط ده اللي هو الافقي مع شويه اللي جو من فوق اتجمعوا هنا، يطلع منهم تيار اكبر شويه عند النقطه دي. بعد كده اللي جه من فوق مع شويه اللي جايين من تحت دول يتجمع يرجع نفس التيار. يعني لو التيار كان هنا مثلا 20 امبير، لازم اللي راجع هنا على الطرف السالب اكيد 20 امبير. ثاني لازم اللي طلع من البطارية يرجع للبطارية، يعني هنا المشترك طلع من هنا أمبير 50 أمبير، لازم يرجع 50 أمبير، وإلا هيبقى فيه هنا حاجة في الدائرة فيها مشكلة. فاهمين الحتة بتاعت مختلفة. هي أصلاً المقاومات مختلفة، مش لو المقاومات هي غالباً بتبقى المقاومات مختلفة، ده الحالة الخاصة تبقى المقاومات مش مختلفة، تمام؟ طيب لو إحنا جبنا أفوميتر حطناه عند النقطة دي والنقطة دي، هيقيس جهد مين؟ جهد البطارية اللي هو احنا نسميه فيه باتري. طيب لو جبنا الافوميتر حطناه بين النقطة اهو على المقاومة دي، هيقيس جهد، المفروض الجهد ده هو جهد البطارية، المفروض الجهد ده هو مين؟ هو جهد البطارية. طب لو قسنا على ار 3 برضه هو جهد البطارية، لو قسنا على ار 2 هو جهد البطارية، قسنا على R... يبقى احنا قلنا لها نفس الجهد. ده معناه ايه؟ ان الفي توتال هي في 1، هي في 2، هي في مين؟ 3، هي في 4 يا عم. طب التيار لما جه هنا يا باشمهندس زياد مش اتجزأ؟ ايوه اتجزأ. يبقى هو كان كله هنا، ال 20 كلهم كانوا كده، يبقى ادي الاي، خلينا نكتب معادلات الاي، يبقى الاي توتال اتجزأ شويه نزلوا في ار 4، يبقى ادي ار 4 اللي هي هيطلع منه تيار اسمه اي 4، وشويه الباقيين هيتكملوا هينزل هنا اي 3، يبقى زائد اي 3 زائد اي 2 زائد اي 1. لان انت لو جمعت التيار ده اللي في ار 1 والتيار اللي في ار 2 والتيار اللي في ار 3 والتيار اللي في ار 4 مجموعهم كلهم يتجمع عند النقطه دي، مش كل مالك انت بتوزع هنا بتوزع وبعد كده بتجمعهم تحت، يبقى معناه ايه؟ ان التيار الكلي مجموع التيارات، اما الجهد بيساوي نفس الجهد. ولذلك دي عليها مسائل كتير. أنا بشرح هنا حالة التوازي، التوازي بشرحها ببساطة جدا أي واحد ملوش في الكهرباء يفهمها، مشترك الكهرباء عند حيطة مفيش غير فيشة واحدة، بجيب مشترك أدي راس المشترك أو راس الفيشة بركبها فين؟ في السوكت أو الفيشة اللي موجودة في الحيطة، لو أنا فكيت المشترك ده المشترك أهو، لو فكيت المشترك من جوه هلاقي حتة نحاسة طويلة وحتة نحاسة طويلة تحت. واحده بتمثل الفرده الحيه وواحده بتمثل النيوترال اللي هو بيرجع ده او الطرف المتعادل. انا كل اللي بعمله لو بصيت هروح الاقي الخلاط واصل بين النقطتين دول، التلاجة هنا بين النقطتين دول، الموبايل، التي في. طب دول كانهم متواصلين على ايه؟ على التوازي. التوازي القاعده بتاعتها اللي هنقولها دلوقتي، التوازي لهما نفس الجهد او لهم نفس الجهد بس التيار بيتجزأ، لهم نفس الجهد بس التيار بايه؟ بيتجزأ. يبقى انا كده في التوازي اقدر اطلع قانون التوازي. يلا نطلع قانون التوازي. يلا مين تعالى نكتب قانون التوازي اهو. لو انا المقاومات كانت افقي كانت راسي، يعني لو قلت لك كده مثلا ادي ار 1 وادي ار 2 وادي ار 3
وخدت البدايات بالبدايات بالبدايات والنهايات بالنهايات بالنهايات دي ار 3 وهذه البطاريه هي هي. لو انا رحت جبت المقاومات دي ورصيتهم كده بالنايم افقي اهو كده ادي ار 1 وادي ار 2 وادي ار 3 ورحت واخد النقطه دي مع النقطه دي مع النقطه دي موصلهم ببعض كده وموصل دول مع بعض اهو ورحت جاي بين النقطه دي كده ورايح موصل بطاريه. حد يقدر يتكلم معايا؟ حد يقدر يتكلم معايا؟ دي ده سلك انا بمط السلك او بمي يعني في مسائل دلوقتي تيجي لك يا باشمهندس زياد يجي لك السلك نايم كده مثلا يجي لك كده سلك يقول لك المقاومه دي اسمها ار 1 اهي ويقول لك هنا كده في ار 2 مثلا ويقول لك هنا روح نازل كده في مش عارف ار 3 روح موصل لك كده ار 3 مش انا اقدر النقطه دي. بص تخيل ان انت ماسك السلك بالطرفين دول ايدك هنا حاطط ايدك تحت هنا وايد هنا مش تقدر تزيح القصه دي تزيح السلكه دي تجيبها هنا وتنومها كده توقفها. ايوه اقدر ايوه ما انا ما حركتش ده سلك ما حطيتش مقاومه جديده هنا يبقى انا اقدر اعمل الاكيوفيلنت او الدائره المكافئه ليها ازاي. الدائره المكافئه ادي ار 2 اهي يا عمي افقي وادي ار 3 يا عمي راسي واقفه اهي زي ما هي ودي زي ما هي بس انا كل اللي عملته خدت دي كده وشديت السلك شويه يمين بقيت واقفه كده. ايه المشكله وحل بيها مساله دي اللي انت شايفها لان الناس متعوده تحفظ الفيزياء هنا فهم الكهرباء الكهرباء نعم دي البطاريه تكون فين فيها حسب بقى ما هو مدياني ممكن اخد من النقطه دي والنقطه دي مثلا كان حاططها كده اهي تمام اهو هتكون البطاريه فين هو حسب ما هو مديني. يعني انا رحت راسم الرسمه اهي سؤال مهم على فكره البطاريه دي هتكون فين. انا اقدر اجي اهو احنا كنا عاملين مقاومه كده اللي هي ار 2 وادي مقاومه كده اللي هي ار 3 وكانت المقاومه دي مايله كده اهي وجايه بنقطه هنا دي ار 1 يجي هنا اروح موصل لي كده بطاريه اهي ايه المشكله براحته. انا كل اللي عملته خدت الحته دي كده وشديت السلكه وقفتها كده بس عشان اعرف احل توالي ولا ما هي اللعبه اللي جايه دلوقتي للناس بقى بتصرخ في الثانويه العامه هقولهم لك لو انت عديت الباب الاول ده الف مبروك هتجيب النهائيه في الفيزياء. ليه؟ هو اكتر باب هتتعب فيه الكهربيه التياريه اللي احنا شغالين فيه ده عشان في قوانين اوم وفي التوالي والتوازي وقانونين كيرشوف ده كل اللعب اللي فيهم باقي الحاجات ما بيبقاش فيها لعب كتير اما هنا بيبقى فيها صعوبه تمام. فانا دلوقتي عايز بس افهم او فهمت من المشترك قصه ان في مقاومات تتوصل على التوازي وفهمت المعنى الفيزيائي بتاعها من المشترك ان الاجهزه اللي هتتركب على المشترك كلها متوصله على التوازي. طيب يا عمي يا زياد ايوه بص ركز معايا انت دلوقتي عندك ده جهد بطاريه في بي يبقى الجهد عند النقطه دي بين النقطتين دول هو اللي اسمه في بي جهد البطاريه يبقى الفي بي ده هو الجهد اللي على المقاومه ار 3 هو اللي على المقاومه ار 2 هو اللي على المقاومه ار 1 يبقى الفي بي او اللي احنا هنسميه في توتال الكلي هيساوي في 1 يساوي في 2 يساوي في 3. تعالى يا روان من الاخر تعالى نحفظهم لان دول ثابتين في حاله التوازي الجهد ثابت واحد يبقى في حاله التوازي في عندي قانونين قانون للجهد وفي قانون للتيار. في حاله التوازي الجهد ثابت يعني ايه ثابت يعني الفي 1 بتساوي الفي 2 بتساوي الفي 3 بتساوي الفي توتال خلاص. طيب قانون التيار يا معلم قانون التيار هطلع من موجب البطاريه وامشي كده جه هنا اتجزأ وكمل واللي اتجزأه هنا لما مع دي تجميع وبعد كده جمع مع دي تجميع وبعد كده راح راجع للبطاريه. يبقى التيار ده لو انا سميته اي توتال هيدخل تيار هنا في المقاومه ار 3 اسمه اي 3 وفي المقاومه ار 2 اسمه اي 2 في المقاومه ار 1 اسمه اي 1. مش الكل ده عباره عن مين؟ عباره عن اي 3 واللي جاي من دول. طب اللي جاي من دول عباره عن مين؟ اي 2 واي 1. يبقى انا اقدر اكتب ببساطه شديده جدا اهي اي توتال يساوي اي 1 زائد اي 2 زائد اي توتال هتساوي اي 1 مش تساوي لا زائد اي 2 زائد اي 3 خلاص كده
تمام. يبقى في حالة التوازي، في حالة التوازي الجهد ثابت، التيار يتجزأ. والله لو فهمت الكلام اللي بشرحه بأسلوبي هتحل كل المسائل بلا منازع، بلا هيبقى أفكار رياضة بعد كده. أنا فاهم المعنى الفيزيائي للموضوع، إني أنا والله هنا مركب الأر واحد دي عبارة عن تلاجة ودي غسالة ودي مش عارف كمبيوتر. فالتوازي حتى جاي عليها سؤال نظري يقول لك ليه في المشترك لو أنا هحط يبقى كلهم ليهم نفس الجهد، أهو واضح ليهم نفس الجهد. طب والتيار يتجزأ، يتجزأ هذا التيار. طب تعال نشوف، أنت دلوقتي وصلت بدايات كل البدايات مع بعض وكل النهايات مع بعض، وقلنا مش بدايات ونهايات، أنت بتقول اللي بتعمله عشان تحدد تطلع تيار. اتجزأ يبقى توازي، نفس التيار يبقى توالي. تعال نشوف بقى التوالي، نفس القصة. التوالي دي أمرها بسيط جدا، التوالي إن أنا باجي كده مقاومة R1 مقاومة R2 مقاومة R3. ليه عايز أركز على التوالي والتوازي؟ لأن معظم الأسئلة بعد كده حتى تيجي في الباب الثاني بتاع الملف والمكثف والمحول والمش عارف مين، كل حاجة ليها قوانين توالي والتوازي. فمهم جدا نهرس التوالي والتوازي طح، لازم نبقى فاهمينه كويس جدا، نحل عليه كتير جدا. تمام؟ طيب تعالى كده هتقول لي البطارية فين؟ والله جه الراجل قال لك ادي اول نقطة اخر نقطة، راح مطلع منهم سلكتين وحطط البطارية. اهو حطينا البطارية. تعالى حبيبي يلا، ايه القاعدة يا روان؟ نعرف ان هم توالي. الهام ما تجزئتش. اطلع تيار من الموجب، طلع تيار من الموجب وامشي معاه، اهو التيار طلع. جه هنا. هل النقطة دي شوية التيار دول طلعوا كده وفي تيار اتفرع هنا ولا نزل كده ولا أي حاجة؟ لا. يبقى التيار هنا يبقى لم يتجزأ. حلو. طيب جه هنا عدى في المقاومة دي، هل عند النقطة دي اتجزأ؟ لم يتجزأ. عدى في المقاومة R2 تجزأ؟ لم يتجزأ. في R3 لم يتجزأ. طب هل هنا في شوية طلعوا لبرة وشوية نزلوا لتحت وشوية مش، لا هو فيش غيره تيار واحد بس نزل لتحت اللي هو ده، وبعدين دخل هو هو نفس التيار رجع للسالب. ما دمت راح من الموجب رجع للسالب، الدائرة اكتملت والتيار لم يتجزأ، يبقى ايه؟ يبقى توالي. طب المقاومة R1 بيمر فيها تيار اسمه I1، وR2 بيمر فيها تيار اسمه I2، وR3 I3، يبقى التيار بالبلدي كده لم يتجزأ، يبقى ايه؟ متساوي. يبقى الI total بتساوي I1 هي هي، يبقى بتساوي I2 هي هي I3، يبقى بتساوي I3. يبقى خلي بالك المعادلتين دول هيبقوا عكس بعض، يعني شايف هنا في التوازي التيار بيساوي المجموع في زائد، اما في التوالي التيار متساوي. عكسها في الجهد. يعني ايه عكسها في الجهد؟ ركز معايا زياد. ايوه تمام. طيب ركز معايا في الحته اللي جايه دي. لو انا جيت رحت جايب افوميتر هنا او فولتاميتر، فولتاميتر رحت مركبه على البطارية، هيقيس جهد البطارية اللي هو بين النقطتين دول. جهد البطارية ده اللي هو مين؟ الجهد الكلي. جهد البطارية ده هو الجهد الكلي اللي هو الفي توتال. طيب الفي توتال ده مش البطارية دي زي ما قلنا هي البتاع ده المقاومة دي، مش هي قيمتها R1 وليها تيار اسمه I1، ليها فرق أيوة. جهد اسمه في واحد، وهنا ليها فرق جهد اسمه في اثنين، ودي ليها فرق جهد اسمه في ثلاثة، صح كده؟ يبقى أيوة. في واحد وفي اثنين وفي ثلاثة دول لو انا خدت المجموع الكلي ده كذا فولت، يبقى عبارة عن ايه؟ ادي في واحد اهي، وادي في اثنين اهي، وادي في ثلاثة لحد النقطة دي. يبقى الجهد الكلي ده هيساوي الحتة دي زائد دي زائد دي. يبقى انا اقدر اقول ان الفي توتال يا باش مهندس بتساوي الفي واحد زائد زائد الفي اتنين، الفي اتنين زائد الفي تلاتة، الفي تلاتة. طب افرض كانت المقاومة ار واحد بتساوي ار اتنين بتساوي ار تلاتة، سمناها ار، يبقى عندك ادي ار ودي ار ودي ار. يبقى المقاومة الكلية، المقاومة الكلية هتساوي مين؟ ار واحد زائد ار اتنين زائد ار تلاتة. افرض كلهم كانوا كد بعض، يعني دي بار زائد R زائد R، يعني قال لك ثلاث مقاومات توصلوا على التوالي وكل واحدة فيهم عشرة، يبقى عشرة زائد عشرة زائد عشرة تطلع بثلاثين. مش كان ممكن تكتبها انت بدل ما عشرة زائد عشرة زائد عشرة
كنت تكتبها 3 في 10 3 في R1 أو 3 في R لو مسميها R بس. يبقى أنت ممكن تقول المقاومة الكلية في حالة التوالي بتساوي مجموع المقاومات، المقاومة الكلية في حالة التوالي بتساوي مجموع المقاومات. طيب لو هي قيمة واحدة، مقاومة واحدة تكرر 3 مرات 4 مرات 5 مرات، يبقى عددهم، يبقى الـ R total هتساوي عددهم اللي هو عدد المقاومات في المقاومة الواحدة، اللي هو N number of resistance أو عدد المقاومات في الريسيستنس الواحدة قيمتها كام. يبقى ده في حالة مين؟ المقاومة الكلية. يبقى أنت خلي بالك في التوالي عندك 3 حاجات مهمين جدا، عندك تيار كلي، تيار كلي وجهد كلي ومقاومة كلية. خلاص كده؟ تمام. فضل لنا لقطة واحدة بس اللي هي ايه؟ نجيب المقاومة الكلية في حالة التوازن. خلينا نجيب مقاومة الكلية في حالة التوازن. لو انا عندي توازي اهو، القانون بيقول لي ازاي؟ اهو يا عم بسيطة يا عم، انا عندي R1 وادي R2 وادي R3، وصلنا بداد وبداد وبداد ونهايات بنهايات بنهايات، ووصلنا ام البطارية اهي. حلو. R3 بيقول لك هنا في التوازي واحد على R total، القانون بتاعها بيساوي واحد على R1 زائد واحد على R2 زائد واحد على R3. ده قانون التوازي. ده لو كانوا ثلاثة. طب افرض كانوا اثنين اهو، مقاومة R1 ومقاومة R2 او توالي بدايات مع بدايات وبنهايات مع نهايات وادي البطارية نفس القصة. يبقى ايه؟ واحد على R total هتساوي مين؟ واحد على R1 زائد واحد على R2 بس. ماشي؟ زياد عايزك تفك لي، عايزك تفك لي دي رياضة، تعملها ازاي؟ اقول يعني لما اقول لك بص يا ران، ران ركز معايا، لما اقول لك مثلا واحد على س زائد واحد على ص في الرياضة تطلع ازاي؟ في حاجة بسيطة جدا يا روان لازم تفتكريها معايا. لما يكون كسر، لما يكون في كسر زائد كسر، قال لك نعمل حركة بسيطة جدا، نضرب البسط في المقام والمقام في البسط، وهنا المقام في البسط، البسط في المقام، ده يطلع مين؟ البسط. يعني واحد واحد في سين بسين، بعد كده زائد، الإشارة هنا زائد دي تنزل زائد، واحد في صاد بصاد، وبعد كده أضرب المقامين في بعض، اضرب المقامين في بعض س في ص. تاني تاني يا عم تاني، عشان انا لازم اسس رياضه كويس. خمس زائد سبع، ايه القانون؟ القانون ببساطه شديده جدا بيقول لك البسط اللي هيبقى فوق ده حسب الاشاره هنا، الاشاره دي ايه؟ موجب. سبعة. الاشاره موجب تنزل موجب، يبقى واحد بسبعة بسبعة، وبعد كده حصل الضرب، مقص، بعمل مقص، واحد في سبعة بسبعة زائد واحد في خمسة بخمسة، طلع ده البسط. طب المقام، حاصل ضرب المقامين في بعض، خمسة في سبعة بخمسة وتلاتين، يعني ده هيطلع خمسة زائد سبعة باثناشر على خمسة وتلاتين. خلاص. طيب لو احنا خدنا نفس القصة دي هنا، يبقى المفروض واحد على R total دي تطلع ازاي؟ واحد على R total تطلع كده R2 أضرب زائد R1، واحد في R1 بR1، وبعد كده زائد واحد في R2 بR2 على R1 في R2. طب ده واحد على R total، لما أقلب ال R total على بدل ما واحد على R total أخليها R total على واحد، يطبع الناتج بR total، وأقلب دي، يبقى بدل ما هي العكس R... يبقى العكس، يبقى R1 فوق وR2 وR1 في R2 وتحت المجموع R1 زائد R2. طلع القانون اللي عايزك تحفظه بقى للناس الحفيظة، مقاومتين على التوازي مجموعهم بيساوي حاصل ضربهما على مجموعهما. تحفظ معايا لما يكون عندي مقاومتين، يعني أقول لك مقاومة 3 ومقاومة 6 على التوازي، هات الار توتال تقول لي حاصل ضربهما، يبقى 3 في 6 على 3 زائد 6، 3 في 6 ب 18 على 3 زائد 6 ب 9، تطلع المقاومة الكلية ب 2، حاصل ضربهما على مجموعهما. في حتة مهمة جدا عايز أقولها في التوالي، لو أنت بصيت في التوالي هتروح تلاقي حتة مهمة جدا،
ان المقاومه الكليه عباره عن مجموع ار واحد زائد ار اثنين زائد ار ثلاثة، صح؟ فبالتالي المقاومه الكليه بتطلع اكبر من اي بتكون اكبر من اي واحده في الثلاث مقاومات او الاربع مقاومات او عدد المقاومات اللي هم هيدوني في المساله. يبقى ليه بستخدم التوالي للحصول على مقاومات كبيره من مقاومات صغيره؟ يعني انا رايح اعمل دايره الكترونيه وعايز مقاومه 100 كيلو، رحت للراجل اللي بيبيع مقاومات بتاع الالكترونيات ده قلت له عايز 100 كيلو، قال لي والله يا باشمهندس ما فيش 100 كيلو، في مقاومه 30 وفي مقاومه 20، ممكن اخد 2 30 ادي 60 و2 20 ادي 40 بقيت 100 كيلو. قال لي طب في 50 و50، اقول له اديني واحده 50 وواحده 50، يبقى 50 زائد 50 ب 100. يبقى ليه انا اصلا بوصل على التوالي؟ والسؤال ده مهم بيجي، ليه يتم توصيل المقاومات على التوالي للحصول على مقاومه؟ والقلم ليه مش شغال؟ يا الله، للحصول على مقاومه كبيره، وهي خلص شحني يعني والله مش فاهم، للحصول على مقاومه كبيره من مقاومات صغيره. بوصل المقاومات على ايه؟ على التوالي. بوصل المقاومات على التوالي، مش مشكله. وللحصول على مقاومه صغيره من مقاومات كبيره بوصلها على التوازي. ليه؟ لان التوازي بحصل على مقاومه، لو انت بصيت الثلاثه والسته طلعت المحصله بتاعتهم 2، يعني شايف دي معلش مش عارف اشاور بالقلم، انا المقاومه اللي هي الثلاثه والسته اللي احنا شايفينها دي قدامنا اهي، طلعت المحصله بتاعتهم 2، يبقى المحصله هتطلع اصغر من اصغر واحده فيهم، يبقى الثلاثه هي اصغر واحده، هما ثلاثه وسته، من الصغيره الثلاثه، طب المحصله طلعت 2 فهي اصغر من اصغر واحده، اصغر من اصغر واحده. يبقى ملخص الكلام كله في الفصل ده ان انا بوصل المقاومات على التوالي وعلى التوازي. بوصل ليه على التوالي؟ عشان احصل على مقاومه كبيره من مقاومات صغيره. بوصل ليه على التوازي؟ عشان احصل على مقاومه صغيره من مقاومات كبيره. وابقى عارف ان في حاله التوازي، في حاله التوازي لهم نفس الجهد، يبقى الفي توتال بتساوي في واحد بتساوي في 2. فين التوازي ده؟ التوالي ده اهي، في توتال بتساوي في واحد بتساوي في 2 بتساوي في 3 بتساوي في 4. اما التيار بيتجزأ، يبقى الاي توتال يساوي مين؟ يساوي اي 1 زائد اي 2 زائد اي 3 زائد اي 4 وهكذا. في حاله التوالي بيبقى العكس، التيار ثابت، يبقى الاي توتال هو هو الاي 1 يساوي اي 2 يساوي اي 3، والجهد هو اللي بيحصل له تمام عمليه توزيع، يبقى الفي توتال بيساوي في 1 زائد في 2 زائد في 3، والمقاومه الكليه ار 1 زائد ار 2 زائد ار 3 هي اللي تديني المقاومه اللي احنا بنسميها ار توتال.